ومن يدري بما هو آت، فلا تحزن على ما فات، وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات. ألم نتجاوز العثرات؟ بلى بلى، وعادت للحياة حياة حياة. تذكر ليست الدنيا لا 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 لا، وإن طالت سوى لحظات. لذا دندن مع الكلمات، تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. تفاءل خير تلاقي خير، وما تدري لعل خير لعل خير. فلا تحزن على ما فات. فنان شاب له ستايله الخاص المتفرد، دايما حريص انه يقدم فنه عن طريق رسائل إيجابية، الفنان العالمي حمود الخضر. يا مرحبا فيك. يا مرحبتين. شكرا، مشكور على الاستضافة ومبروكين البرنامج والقناة. الله يسلمك، منور. شكرا. شكرا نور. على وقتك. بالعكس، متشرف. يعني احنا مستنيك كنا وانا بعد مستني اكون معاكم. يعني نقدر نقول ان انت شويه مسوي وايد حركه حلوه، انك انت للحين ما نزلت الالبوم كامل. صحيح. قاعد تنزله كل شهر اغنيه تقريبا. صح. اول شيء ليش هالحركه؟ اي. وثاني شيء انه ما تحس ان الجمهور متعطش انه مثلا تكون اسرع بالاغاني؟ اول شيء سبب ان ننزلها بال يعني بشكل تدريجي، اعتقد طريقه الالبوم التقليديه ان مجموعه اغاني تنزل دفعه واحده مو وايد مناسبه حق هالوقت، لان طريقه استماع الناس للموسيقى والاغاني تغيرت. ما عاد الواحد يشتري سي دي ويحطه بالسياره ويسمع الاغنيه واحده واحده، خلاص صار الواحد يبي يعني في وايد محتوى، فيديوهات اغاني، هذا فبسرعه راح يقدم او يروح حق مغني ثاني. فاعتقد الطريقه تنزيل نزول الاغاني بشكل تدريجي تعطي كل اغنيه حاصلها بالضبط. نفس اشبهها بالشف في المطاعم الراقيه، ما ينزلش كل اطباق دفعه واحده، حتى ما تخلط المقبلات بالحلو بالمين كورس. وكل اغنيه ترى لها جوها، وفي بعض الاغاني ما تنحب ترى من اول سماع، لازم تسمعها يعني مرتين ثلاث مرات. فلما تنزل اغاني مجموعه دفعه واحده ما راح تعطي يعني هالفرصه لكل اغنيه. يعني يمكن الاغنيه اللي تغنيتها قبل شوي دندن معي، انا تدري اكثر مقطع حبيته اللي هو بلا بلا بلا. وايد ناس بالنسبه قالوا لي ان هذا مقطع المفضل، ويمكن حتى مقطع المفضل، لان صراحه يعني حلوه. بس إن انت مسويها لغه عربيه. نعم. بس لو تصير كويتيه شو تصير؟ مبلا مبلا مبلا. انزين، ايش معنى مستنيك؟ مستنيك هي كانت الأغنية الأخيرة من الألبوم. وصح، لما أول ما أعلننا عنوان الأغنية قبل لا تنزل، كل من قاعد يسأل شنو مستنيك، منو اللي مستني. والأغنية هي مخاطبة لنسخة الأفضل من الذات. كل واحد فينا يؤمن أن في شخصية أفضل من نفسه. أتوقع حصة تشوف في داخلها في نسخة أفضل من حصة للحين ما طلعت. تحسين كذي؟ انا احس ان انا في نسخه افضل مني، وعندي اهداف، وكل مره اقول بسويها بس ما يعني قاعد تتكسر. هي مخاطبه الذات. فبالضبط، انا مستني هذه النسخه الافضل من ذاتي اللي ادري او احس انها في يوم من الايام راح تطلع، وراح احقق كل هذه الاهداف اللي في بالي. متى راح تطلع؟ مستنيها. ما طلعت؟ ها؟ عمود، يعني للحين انت عندك اشياء تقول للحين عندي اكثر من اللي انا قدمته؟ يعني ما شاء الله. أكيد، احنا نشوف كان نشوف انك انت دائما تصيب الهدف في كل اعمالك من يعني بدايه انطلاقك. شكرا. وهذا اعتقد يعني من حسن ظن الناس، واعتقد السوشيال ميديا والاعلام عاده يبين افضل ما عند الشخص، فيمكن شيء طبيعي ان الناس يشوفون افضل نسخه منك. لكن انا اشوف لا، في اكيد في اماكن اقدر احسن نفسي فيها. أقرب أغنية حق قلبك من الألبوم؟
طلعت ولا للحين مخشوشة؟ خلينا نقول من اللي طلعوا يمكن دندن معي. دندن معي؟ دندن معي يعني أحسها تلامس كل شخص يعني مر بظروف صعبة وكلنا نمر بظروف صعبة، فهي يعني فيها طبطبة. فيها طبطبة على النفس. إذن اختياراتك حمود ما شاء الله كلهم حريص أنك تكون تخاطب يعني رسائل إيجابية توجه حق أن الواحد يعاتب نفسه أو أنه يبعث التفاؤل والأمل. أنت دائماً قاعد تحسسنا هالإحساس، فوايد صعب أنك تلقى هالكلمات. صحيح. يعني أنا يعني أكبر تحدي بالنسبة لي هو المواضيع والكلمات، يمكن هذا أكثر شيء يخليني يعني أطول في يعني بين ألبوم وألبوم. ممكن اللحن يكون أسهل في إن اللحن أسهل موجودة. ما عندي تقييد في الألحان. صح. لكن أنا حاط لنفسي هذا الثيم أو هذا القالب اللي هو الأغاني اللي تحمل معاني. زين إيش رأيك الأغاني معاني؟ زين أو الأغاني القيمية أو التحفيزية. وما في كتاب كثير في المجال الغناء يكتبون. ف يعني مثلاً أنا عندي الشاعر الفنان سيف فاضل، هو يمكن أكثر واحد فاهمني وخلاص متمسكين ببعض، خلينا نقول أنه صار في رؤية مشتركة. ولا الشباب الحين اللي تحس أنه في منهم أكيد يطلع منهم، بس الـ يعني نفس أي مواضيع تحتاج تمرس. فأعتقد أي شاعر بالعكس هو إذا بلش يكتب في هذه المواضيع ويليق فيها راح يقدر يكتب فيها بشكل. اللاين اللي أنت رايح فيه أساسا صعب، مو سهل يعني أنك تلقى. صحيح. الشيء اللي أنت تبيه. صحيح. صعب، والناس دائما ناطره منك بنفس النجاح اللي انت قاعد تنجحه بالمره. هذا التحدي، مسؤوليه كبيره عليك، ولذلك سمينا الالبوم ماذا بعد. ايه يعني انا كنت اسال نفسي الـ يعني شنو بتسوي بعد الالبوم اللي فات، ماذا بعد. وكل واحد بعد اي تجربه ناجحه او حتى تجربه فاشله لازم يسال نفسه، اوكي يعني انا الحين هذه تجربه راحت ناجحه وفاشله، ماذا بعد، واتس نيكست. فكانت هذه يعني فكرة الألبوم. قلت ألبوم ماذا بعد يا بالوقت المناسب اللي إحنا محتاجين مثل هالأغاني اللي شوية تعطينا تفاؤل. صحيح. صحيح. فخلنا نتكلم شوية عن أزمة كورونا. أنت أساساً كنت رايح تصور أغنية. صحيح. وصار عليك حجر هناك. يعني تقفلت المطارات في الكويت وفعلقت هناك، ولا حتى الأوضاع صارت تسمح إن نصور حتى هناك. وكان وقتها مفروض أنزل ثالث أغنية من الألبوم اللي هي سلامي. صرنا بين هل نأجل الأغنية، هل نكنسل، مو ما راح نكنسلها، بس يعني هل نكنسل فكرة الكليب بس ننزلها أوديو. كان في فكرة ثانية، سيناريو غير. كان في فكرة ثانية أيضا. بعدين قلنا لا، الأغنية أصلا هي تتكلم عن الصداقة والامتنان للصديق الوفي اللي ما تفرقك فيه لا الظروف ولا السنين. فقلنا ولا الحجر. بالضبط. فصار موضوع الأغنية صورناها بالكامل بالتليفون من غير اي معدات. وانت صورت نفسك من الزاويه اللي انت تبيها. بالضبط. صرت مخرج اول مره اتعلم الاخراج. طبعا كان في مخرج عن بعد حمزه جمجومه، وجه له تحيه، هو كان صاحب الفكره. وهو كان يقول لي اوكي حط الكاميرا هني اصور وادزله كابتشر، يقول لي اوكي تمام بس عدل. كانت وايد حلوه الماكينه القهوه وانت قاعد تصور. بالضبط. اصور سيلفي من ماكينه القهوه الانعكاس. كانت وايد افكار بالحجر ما عندك شيء. بدعته بصراحه. كان طول الوقت طول اليوم وكانوا بالنسبة لي تصوير يعني. وشاركوا فيها إعلاميين ومدربين رياضة وايد ناس. فأنا اللي صار إني أعلنت بالإنستغرام، قلت اللي حاب يشارك معاي بالفيديو كليب، أي واحد عنده مهارات تصوير بسيطة، أي فلوجر حاب يشارك معاي خلي يعبي البيانات، وحطيت فورم. أوكي وايد عبوا. وايد ناس شاركوا. لأن الناس كلهم قاعدين بيوتهم ما في شيء. فكان يعني أكتيفيتي جماعي حلو، وعطيناهم أدوارهم. واتوقع يعني كان من يعني بروجكت متعب، كانت ما كان سهل يعني بس ممتع. اغنيه تباعد اجتماعي صورتها بطريقه بالضبط التباعد. بالضبط. وايد كانت حلوه الفكره. حمود صورت اغنيه بلوس انجلوس. صح. دندن معي. دندن معي. كان منظر الغروب وايد شيء حلو. اي عجيب. وايد حلو يعني انا متابعتك من انستغرام. اي صح. هذا حطيت يعني احنا صورنا صح لقطه الغروب بالفيديو كليب. بس هم هناك انت بالطبيعه. انت بانستغرامك؟ لا كنت مصور. ايوه هم نزلتها بروحها بانستغرام، كان شيء خرافي. انزين تحب المناظر الطبيعيه وايد؟ اكيد يعني دائما فيديو كليباتك حريص انها تكون فيها طبيعه. مو بالضروره يعني حسب قصه الفيديو كليب. انا بالعكس يعني يمكن ضد فكره ان انت بس تروح مكان طبيعي وتصور فيديو كليب وخلاص. فيديو كليب يعني احب الفيديو كليب اللي تكون فيها قصه، فيها فكره، سواء مباشره او غير مباشره يعني.
إذا كان فيها مناظر طبيعية أحلى وحلى صح يعني. أكيد. إذن غنيت للجمهور 15,000 شخص كانوا موجودين. نبي نتكلم شوية عن هالموضوع هذا، شو كان إحساسك؟ أتصدقين الغريب يعني هي ما هي ثقة بس الغريب اللي ألاحظه بنفسي إن مرات لما أغني حق مجموعة أقل توتري يكون أكبر من لو يعني وايد ناس. إيش معنى؟ ما أدري يعني يمكن أحس ضايع السالفة لما أروح شيء بحفلة وفيها وايد ناس الثقة تكون أعلى يعني لو أغني قدام يمكن مجموعة بسيطة 50 ولا هذا أحس في توتر يمكن لأني قاعد أشوفه يوهو. أنت الفنان الوحيد اللي غنيت مباشر. حق هالعدد هذا؟ ما أدري لا يمكن في أكيد في فنانين ثانيين غنوا تكلمين عالميا بالخليج يعني. لا حتى في الخليج لا حتى في الخليج في صارت حفلات في تونس والمغرب لفنانين خليجيين غنوا قدام أرقام أكبر من هذه. أنت شبناك تتقن وايد لهجات ما شاء الله. ما أعتبر نفسي تتدرب عليها مثلا ولا؟ لا والله بالعكس أنا ما أنا شخصيا ما أحس نفسي متقن اللهجات. أحس يعني لي تجربة غنيت مصري والجيتارست عندنا هنا مصري وأعتقد كانت تجربتي مو زينة وايد يعني غنيت والملحن كان أيضا مصري وصلح لي. شنو كانت الأغنية؟ كانت مقدمة برنامج في مصر يعني كانت برمضان برنامج رمضاني ولما نزلت يعني من ربعي اللي أمون عليهم في مصر يقولوا لي إن هذه ما نقولها كذي هذه ما نقولها كذي هذه ما نقولها كذي. لا بس أنا أشوفك ما شاء الله أنك أنت متقن. صورت أغنية بعد من فترة بالإنستغرام كانت حق الفنان ياسر العظمة في عام 1986 بس أنا أبي أعرف أنت من وين طحت على الأغنية يعني قاعد تخاطب وقتنا يعني. بالضبط أنا صدمت أصلاً لما شفتها. كانت أغنية من الثمانينات كانها عن الكورونا صح يعني هو عنده سكتشات كوميدية غنائية وكانت لغنية خلني حال أتذكرها اللي كانت خيلة تصافحني بنوب لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب واللمس بيدي كنا بالضبط على اللي قاعد يصير عندنا الحين خصوصا بوقتها إنه كان موضوع التوعية على عدم المصافحة وهذا فأخذتها من اليوتيوب أخذت الصوت مالها وبس يعني أي لبس دندنتها أنت كنت كاتب على الانستغرام إن هذا من البوستات اللي راح تمسح فكانوا اعتراض الناس إنها ليش تمسح كانت وايد حلوة حسيت شيء يعني شيء غريب على أكاونتي يعني بس ظل موجود. إنزين حمود ما شاء الله تبارك الرحمن عندك جمهور من آسيوي كبير. أي من وين يا هالجمهور الآسيوي كبير؟ والله هذه يعني من ألبومك الثاني أعتقد اللي هو ألبوم أصير أحسن. أصير أحسن بعد ما نزل ألبوم يمكن بأربعة أشهر بديت ألاحظ عندي بالإنستغرام تعليقات بلغة أنا ما أفهمها الأحرف الإنجليزية بس اللغة أنا مو فاهمها أخذت يعني كانت بالمئات أو الآلاف يعني فخذيت كوبي وبيس بالجوجل ترانزليت اللي يقول لك شنو هاللغة يعني فعرفت أن هذه تعليقات من ماليزيا وبعدها استوعبت أن أغنية من الأغاني الألبوم اللي هي كن أنت هناك منتشرة وايد صايرة رقم واحد في الآيتيونز رقم واحد باليوتيوب وبعدها طبعا رحنا ماليزيا ورحنا اندونيسيا وحتى نفس الاغنيه غنيناها بالاندونيسي طبعا انا مو حافظها عدل بس يعني بالاندونيسي بقول اللي حافظه وبعدين عادي احول عربي كل شيء منك حلو شكرا اني نديريكو جادي سفرتي ماريكا اغاركو برهارغا بيسابر بانغا دلو كو سنكا كو كنتبت كان سموانيا لا 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 را را فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا فوكا فوكا كوتأنا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا كن أنت تزداد جمالا. يمكن
يمكن حمود أنت من الناس اللي يعني دارس إعلام. صح. فلما يكون إنسان دارس إعلام دائما يحب يكون له بصمته بكل شيء، حتى بالإخراج، حتى بهالسوالف هذه. فأنت حمود شلون شخصيتك لما تعامل مع الناس هذول اللي تدخل اي لا لا يعني وما أدري بصراحة، أتوقع هو شيء زين إن الفنان يكون ملم بكافة مراحل صناعة الأغنية، فيكون عنده ذوق بالكلمات ويكون عنده رأي في الكلمات، لأن بالنهاية المنتج راح يطلع باسمه. وأحاول أعطي طبعاً أكيد أعطي الخباز خبزة، لكن بس تعطي رأيك مثلاً، وإذا يعني النص مثلاً أو يتني فكرة الفيديو كليب أو يا الفيديو جاهز ما يحتاج إن أنا أقول شيء، ما راح أقول شيء، ما راح أتغصب إن أضيف ولا أغير. لكن أحب إني أكون إنفولد، أكون موجود في البرين ستورمينج حق فكرة الفيديو كليب، أعطي رأيي في الأدت في المونتاج. إيه يعني في بصمتك بالمونتاج. وأعتقد يعني هذا شيء فيني، ما أقدر أخلي كذي العمل ينزل بدون ما أشوفه. إذن يعني يمكن حمود أنت من الناس بعد اللي في غنية خلاص يعني اللي يشوفك يقول كن أنت. صح. يعني هذه طبعت. أعتقد كل فنان عند الأغنية الأكثر انتشاراً، وهذا شيء زين من ناحية وممكن يكون يشكل لك تحدي من ناحية ثانية. زين إنه إنه في أغنية عندك واصلة يعني لشريحة كبيرة من الناس، والجانب الثاني إنه يصعب إنه أنت تسوي أغنية ثانية تنافسها في الانتشار. صح. صار هالموضوع معاك ان الناس كانوا يقولوا لك لما يشوفونك هنا يقول لك مثلا كن انت او صير احسن، او يعني خصوصا مثلا لما رحت ماليزيا وهذا الاغنيه منتشره اكثر مني، فيشوفوني يقولون كن انت زين يو ار كن انت بالطياره، حتى وانا رايح ماليزيا من الطياره اكسكيوز مي يو ار كن انت اوه سيلفي بالطياره تستاهل المحبه، كافيه يقول لا احتاج المال، يعني عارفين الاغنيه اكثر من، فطبيعي تصير. زين في قصه معينه في حياتك حولتها الى اغنيه؟ ما اتوقع قصه معينه، لكن يعني حادثه او مشاعر، يعني ظروف معينه احرص ان الاغاني اللي اطرحها تكون ملامسه لهذه المشاعر اللي انا احس فيها. نفس مثلا ما قلت لك مستنيك. أي. مستنيك يعني انا احس ان انا اسوي فايد اجل. خلينا نسمع مستنيك. في مجال نسمعها؟ اي اكيد نسمعها. مستنيك. اشوفك بين اعذاري ولحظات التواني، اشوفك بين اصراري وتحقيق الاماني، وكم مديت لك حبل الرجا مني واناديك مستنيك مستنيك. انا مليت تسويفي ومن بكره لبكره، وكم كشكول خلصت ولا انجزت فكره، ولي امال بحكيها تعال اطلع وحاكيك مستنيك مستنيك. على نار الامل يا انا من عمق ذاتي مستنيك، متى تطلع الى الكون وتنور حياتي مستنيك، ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك مستنيك. تنادي القلب والروح والعقل ابتدينا مستنيك، خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك، ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك. مستنيك كلمات شاعر من جدة. صحيح. فعشان كذي هي مستنيك. صحيح، هي كلمات الشاعر أحمد السري من جدة، وهم في اللهجة الحجازية عندهم مستنيك، فوايد ناس حتى توقعوا لما أعلنتها أنها تكون مصرية. يعني مستنيك إحنا نعرفها مصرية، لكن ايضا تنقال باللهجه الحجازيه. نقدر نقول اليوم ان حمود صنع اغنيه جديده ما كانت موجوده؟ اعتقد يعني نقدر نقول ان الخط الاغاني القيميه الايجابيه اللي فيها الايجابيه كخط ان فنان يسخر كل اغانيه في هذا الاتجاه ما شفته مع فنانين ثانيين، يمكن في الخليج، في مصر، في بالمغرب العربي، في حتى في الأغاني الأجنبية، في
وايد ناس بدايتك شبهوك بسامي اليوسف. صحيح، أنا في البدايات فعلا تأثرت حتى بسامي يوسف. تأثرت فيه جدا، حتى أذكر كانت بحفلة هلا فبراير له في الكويت 2004، حضرت أنا الحفلة وكانت نظمتها الأستاذة شروق الصانع، أوجه لها تحية. ولما حضرت وشفت أن مغني يغني أغاني مو عاطفية، أغاني روحانية، أغاني دينية، أغاني إيجابية، لكن باحترافية ومع فرقة موسيقية، كان هذا الشيء بالنسبة لي جديد، يعني أول مرة أشوف فنان كذي، فصرت أبدأ أتابعه. ووقتها أنا يمكن كنت يعني بالثانوية، بدايات الثانوية إذا ما كنت متوسط، ففعلا تأثرت، وكانت هذه أول بدايات اهتمامي في هذا النوع من الفن. أنت عشت فترة من الزمن بإنجلترا صح؟ صح، بس بهاي بالطفولة، يعني يمكن من عمري. تذكر منها شيء ولا؟ أذكر كان والدي يدرس هناك، كان والدي ياخذ الدكتوراه هناك في منطقة نوتنغهام. ويعني أذكر الطفولة، أذكر الحديقة اللي كانت يم بيتنا نروح نلعب فيها، أذكر بعض الأسر الكويتية اللي كانوا معنا. أذكر الطبيعة أكيد، طبيعة عشان كذي فيديوهات الكليب دائما يكون فيها طبيعة. أذكر حتى من المشاهير الآن آسيا كانت معانا في نفس الوقت، فهي من 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 صديقة من الطفولة، بس رجعنا الكويت ما صرنا نعرف بعض لين اشتهرنا. اي انزين، يمكن نتكلم عن ألبومك الأخير اسمه ماذا بعد. نعم. شنو تقصد ماذا بعد؟ يعني احنا نقولك شنو ماذا بعد؟ يعني نفس ما قلت لك، هو اعتقد ماذا بعد سؤال محوري لازم كل واحد يسأله نفسه في كل مراحل حياته، سواء انت الحين حققت تجربة ناجحة، انزين تسأل نفسك ماذا بعد؟ أنا الحين ناجح، مستحيل راح تقول لنا خلاص أنا وصلت مرحلة زينة ما في شيء بعد اللي وصلت له، لأن كذي تنتهي، راح يعني اللي يكون مستمر بمكانه هو فعلياً قاعد ينزل. فاللي حقق تجربة ناجحة يسأل نفسه ماذا بعد، واللي حقق أو اللي مر بتجربة فاشلة يعني. أكيد، ولازم هذه الأسئلة الصعبة نسأل نفسنا فيها يعني باستمرار، يعني حتى تعرف انت يعني وين رايح بحياتك. ليش طولت وايد على ما طلع الالبوم؟ طولت تقريبا 4 سنين او اكثر من 4 سنين. يعني للامانه جزء منها نفس ما قلت كان الموضوع اختيار المواضيع صعب، وجزء منها كان التحدي والضغط النفسي بعد نجاح الالبوم الاول. يعني لما يصير يعني اسوي شيء بالضبط أحسن. هو المجال الفني من المجالات اللي الناس دائما تتوقع منك ان انت لازم كذي بتصاعد، زين انت سويت الحين الالبوم الاول كان كذي، لازم الالبوم جاي فوق ما شاء الله انت كذي. اتمنى والله اتمنى ما ادري يعني هذا اللي اطمح يعني له، طبيعي كذي انت كذي. والله انا اتمنى ان فعلا ما شاء الله. فهذا الضغط النفسي يخليك انت طبيعي انك تتاخر، تصير يعني اذا انا يعني بالاساس بيكي باختيار المواضيع، تصير يعني موسوس بزياده بالالبوم الثاني. يعني الحين احنا عرفنا صفه عنك انك انت بيكي، انك انت دائما تحب تحط لمساتك بشغلك. زين انت فضولي؟ ممكن اي، يعني الجانب الجيد من الفضول، الجانب الجيد. أيه. عشان كذي الوالده كتبت كن فضولي. صحيح، اغنيه كن فضوليا كانت من كلمات الوالده. وهي بالاساس كانت معموله قصتها انها كانت مطلوبه لي حضانة، زين حضانة بنفس هذا الاسم. وما كان ما كانت نية إن أنا اللي أغنيها، كنت أنا مساعدهم. حضانة اسمها بي كيوريوس. تمام، وهي حضانة بنت خالتي. إيه. زين، فعادي أسوي لها دعاية. تستاهل. فهي طلبت مني الأغنية، وقلت أنا في البداية ما راح أغني أغنية أطفال وأغنية حضانة، ما أسوي أنا يعني فنان سوي أغنية حضانة. كانت هذه البداية. وطلبت من امي تكتبها. امي عندها حس في الشعر، وتكتب بين فتره وثانيه يعني اذا كان مزاجها زين. فكتبتها. لما كتبت الكلمات قلت لا، هذه مو للاطفال، كلنا لازم يكون عندنا هذا الحس الفضولي، لان الـ 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 احنا عندنا مشكله، يعني هو ذكاء ينعد ترى الاطفال اللي يكونون فضوليين. الفضول هو بوابه انك تتعلم شيء جديد. صح، انت شلون تتعلم شيء جديد بدون ما انت تسال الاسئله وتقعد تبحث ولا تشوف حتى باليوتيوب؟ هذا الحين يعني الاماكن اللي ممكن تتعلم منها ما لها حد يعني. ومشكله ان احنا ربطنا الفضول عندنا باللقافه بالكويتي. صح، وهي لا ما لها علاقه يعني. اللقافه ان تدخل بحياه الناس او بالشغلات اللي ما تعنيك، لكن انت عندك حب للاطلاع
ومثلا يعني عادي الحين اروح بعد ما اخلص اللقاء اروح الكنترول روم اشوف شو يسوون زين. في ناس يقولون هذا ملقوف، لا هذا فضول صح، وتتعلم اشياء جديده بالضبط. ومرات الواحد ما يعرف هو شنو يبي يسوي بحياته، شنو الشغف اللي عنده بحياته، شنو الباشن ماله، الا لما يكون عنده فضول ويجرب وايد اشياء. يعني يعني انا يعني صح، بكل تأكيد شلون يتعلم الا لما يخوض التجربه بالضبط. لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس وكررها. يعني يمكن احنا نشوفك الحين انت رايق حتى بالحوار، هي مبتسم دائما، مو عصبي؟ لا تعصب لا لا يعني؟ لا والله يعني من الصفات اللي اقدر اقول عن نفسي اني زين فيها انك ما تعصب. اني بارد، يعني لازم شيء وايد مستفز يصير علشان يعني اعصب، ونادر نادر ما تعصب. بما يخص شغلك صار هالموضوع انك تنرفز بما يخص شغلي؟ ممكن اعصب على هالموضوع؟ ممكن ايه ممكن، يعني يعني اذا قاعد مثلا اشتغل مع تيم واحد انا اكون معتمد عليه ما يسوي الشغل زين كسلا اي ممكن يعني ما اعصب بمعنى ان في انجر، مو غضب اللي بس يعني استفز اتنرفز. انزين قاعد اشوف علاقتك بمواقع التواصل الاجتماعي ما شاء الله نشيط، وساعات تطرح موضوع إيه؟ وتشوف راي الناس فيه صح. او تشوف فتتواصل معهم، تتواصل مع الناس بنفسك ولا عندك تيم خاص يتواصل؟ لا لا في السوشيال ميديا انا ماسكهم بنفسي، في تيم يساعدني مثلا اذا محتاج مونتاج حق شيء، محتاج ديزاينات، مرات يعني يصير في عصف ذهني اذا بنسوق لاغنيه معينه، بس منو اللي ماسك الاكونتات انا ماسكها شخصيا. انا خليني اقول لك انا من يعني عرفت انك انت مواليد 24/1 يمكن برج الدلو هي. فبرج الدلو حساسين من الانتقاد، يعني دائما الانتقاد بالنسبه لهم ياثر فيهم، يعني صعب انه يقول ما ياثر فيني الانتقاد. والله يعني اعتقد ما في احد ما ياثر فيه الانتقاد، لكن يمكن كل ما انت طولت او كل ما كانت مسيرتك شلون اقولها في المجال العام طويله، كل ما تتعود على الانتقاد، لان هذا شيء طبيعي. المجال العام اي 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 مجال، يعني مجال سياسي يعتبر مجال عام، مجال الاعلامي الفني لما يكون عملك قدام عدد كبير من الناس طبيعي يصير في انتقاد، فمع الوقت المفروض تتاقلم عليه، فيعني وتبدا تفرق بين الهجوم الشخصي وبين الانتقاد اللي يعني تسمع له، انتقاد بناء وانتقاد بالضبط بناء. ايه فاحاول فعلا لما اشوف مثلا تعليقات على اغنيه جديده زين اي شنو الانتقاد اللي سمعت اثر فيك، او انه مثلا حسيت انه يعني ساعات احنا نشوف شيء الناس ما تشوفه بس ممكن ساعات انتقاد ينبهنا عليه. ممكن يعني مثلا يعني ممكن اشوف تعليق انه والله هذه لحن الاغنيه يشابه لحن اغنيه ثانيه من اغانيك. اوكي فابدا اشوف فعلا يعني ابدا اسمع تقارب واحاول اقيم، يعني مو اللي والله على طول لا شلون انت ما تفهم وهذا شغلي وانا افهم وانا الملحن، لا فعلا احاول اشوف إيه ممكن تكون في إيه، خصوصا اذا انتقاد تكرر لا لازم تبدا تنتبه، يعني ممكن يكون في شيء انت اقدر احسنه. يعني الالبوم اللي قاعد تنزله مثل ما نقول بالقطاره يعني ختامها مسك راح يكون؟ والله ان شاء الله، يعني انا احد افضل الاغاني عندي بالالبوم، خليها حق اخر شيء، راح تكون اخر شيء بالتدريج. انزين ما قاعد تتفق ان مثلا هالاغنيه هالاسبوع، هالاغنيه مثلا الشهر الجاي، يعني انت مع احد معين في تيم مثلا معين قاعد؟ طبعا اكيد انا الحين يعني عندي شركه اويكنينج، هم الشركه اللي ماسكين عندي التوزيع والتسويق، شركه بريطانيه، وعندي شركه ايضا بريزمك في الكويت، هم اللي ماسكين اداره اعمالي وماسكين حتى الحملات الاعلاميه، هم الشريك الاعلامي. فاكيد كل هذه القرارات والحملات الترويجيه والفيديو كليبات تصير بالتشاور معاهم. سؤال اخير بس، دائما الواحد لما يكون يعجبه شيء يحب يعرضه على الناس ياخذ رايهم فيه قبل لا يجدم صح على هالخطوه، منو الشخص اللي انت تثق فيه وتقول له مثلا تشتشيره؟ والله مو شخص واحد، يعني طبعا اول شيء اكيد اسميه شريكي الفني سيف فاضل، هو الشاعر وملحن، ومعظم الاغاني هو اصلا كاتب لي اياها، لكن حتى لما اسوي اغنيه مو هو كاتب لي اياها دائما هو الشخص تستشيرة. الاول اللي استشيره، لان احنا اشتغلنا بوايد اعمال مع بعض، ففاهمني وفاهم خطي،
هو أكثر واحد راح يفهم إنه والله يقدر يعطيني الملاحظة الصح. فإحنا نتمنى لك كل التوفيق حمود، وأنت دائما متميز. شكرا. وإحنا نفتخر فيك كونك فنان شاب كويتي وصل اليوم إلى العالمية. مشكورين على الاستضافة ومشكور على كلامك الطيب. نختم بغنية؟ أكيد. إيه. شو تحبون نسمع؟ على ذوقك، شنو تبون تسمعون؟ ما يطلبوه سلامي، نقول سلامي من سلام. من الأغاني الألبوم الجديد ما غنيناها. قالوا بوقت الضيق ما يبقى وفي، وأنا لقيته بكل وقت وكل حين، فرحة وحزن شدة ورخا يبقى خوي، ما فرقتنا لا الظروف ولا السنين. قالوا بوقت الضيق ما يبقى وفي، وأنا لقيته بكل وقت وكل حين، فرحة وحزن شدة ورخا يبقى خوي، ما فرقتنا لا الظروف ولا السنين. سلامي لك يا خوي ولك وفايا، انت فعلا اللي مرايا، الله لا يحرمني وقفاتك معايا. سلامي وانت ظنك فيني واضح، يلي يفهمني ويصارح حتى لو أخطيت أو قصرت سامي.